الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا فقال: إذا أتم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة. وإذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام. واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو الإفادة منكم سريعا حتى نطمئن. صحيح ما قاله هذا الإمام، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بين الأذان والإقامة، دعاء مخصوص ودعاء يداوم عليه، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تابع المقيم وقال مثل ما يقول، فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لأن الإقامة أذان، فالمستمع يردد ما يقوله المؤذن إذا قام الصلاة، ويحصل له أجر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة المؤذن. نعم.